ただいま。هو تقريبا غادي يبقى بنفس المضمون، لانه لقينا انه الناس حبوا المحتوى ديال النجوم الاولى، حبوا التيمات المتنوعه ديال كل اسبوع. ملي بغينا نغيروا بزاف ديال الناس قالك لا حنا حبينا النجوم الاولى كيف ما شفناها النهار الاول، خليوها لينا. كتذكرنا بسهرات الاسبوع او سهرات الاقاليم اللي كنا كنشوفوا شحال هذه كلها متنوعه. فكنجمعوا الناس كل سبت على طبلة ديال العشاء ولا على طبلة ديال اتاي، كيتفرجوا في السهره اللي والفوها دائما، فما قدرناش انه نبدلوا فيها شيء الكثير. كنغيروا في الديكور، كنغيروا في التيمات مره، ولكن غادي يبقى المحتوى هو نفسه. كيس واش غادي نقول لك على الكواليس؟ انتوا حضرتوا معايا الكواليس وشفتوها. شوف، واحد ستريس كيكون كبير لدرجه كنبقى كندور انايا في الكواليس غير بوحدي. دابا راه مازال جيت لقيتوني لبست، راه كنت ما لابساش قبيله وكندور بحال شي حمقه. وكيقول لي مريم سيري تلبسي، كنقول لهم صافي انا راه لبست انا جايه دابا. و الحمد لله عندنا فريق عمل محترف جدا، كيقدروا انهم يوجدوا سهره في زمن قياسي الا بغينا نقولوا. كل شيء كيشتغل يدا في يد، ما كاينش واحد اللي كيشتغل بوحدو. شي كيتشاور مع شي، وشي كياخذ الراي ديال الزملاء وكل شيء. عندنا واحد الاجواء جميله، كنا خوت، كنا حباب. كنجيو بعدا خصنا نتغداو ونضحكوا شويه باش نحيدوا داك لو ستريس. من بعد كيبدا ستريس الاكبر، وكيجي الساعه بدا كيبدا يغوت علينا. حكموا دابا، انتم شفتوا دابا في العمل. شوف السعودي كاين في البلاطو، سي محمد كاين في الدار، ما كيعرفش شكون هي مريم، ولا مريضه ولا ضاره شي حاجه، ولا عندها 5 دقائق ولا 10 دقائق ديال الروتار. داكشي ما كيعرفوش السعودي. يوقع خطا في البلاطو ولا شي حاجه، كان وشوفوا الخطا عادي انه كيوقع، ولكن هو ما كيتقبلوش. يعني الا غلط ولا بغيت نعاود ولا هذا، كيبدا يغوت عليا لدرجه الكلام كله كيمشي، كاع داكشي اللي كنكون موجوده في عقلي كيمشي ليا. سعودي قود كيف ما كنقولوا في الخدمه ديالو، في الدار هادئ جدا، كيتسمعش لي خبر. هو صعيب باش نهضروا على الموازنه، صعيب واحد شويه، لان عندنا الوقت ديال التصوير كيكون طويل بزاف، لدرجه كيوصل كيكون نهار على قدو ما كنشوفش ولادي من الصباح حتى الليل. في مرات كندخل كنلقاهم ناعسين، لكن ملي كيكون عندي لو جوغ اوف كنحاول انه نبقى معاهم. هادشي الا كان عندي وقت خاوي، لانه داك لو جوغ اوف كيكون فيه التحضير للسهره ديال الغد ليه. ولكن ملي كنسالي التصوير، كنسالي لا سيري ديال لي تورناج، كنبقى معاهم، كنعطيهم اطول وقت ممكن، كنخرجوا كنلعبوا، كلشي كنديروه. هادشي ما قدرتش نديرو كون كنت بوحدي، كون ما كانش المهمه الله يخليها ليا، ما كنتش غادي نقدر انه نخدم ولا نخرج. هي الوحيده اللي كنقدر ناتمنها على وليداتي، وهما مولفينها بزاف، لانه هي اللي رباتهم، هي اللي هزاتهم، الوغ هز عليا الحمل بزاف باش قدرت انه نكمل في العمل ديالي. كنبغي نوجه تحية كبيرة لكل العاملين في موقع لالا فاطمة، في مجلة لالا فاطمة، في الجروب كله. تحية تقدير واحترام لمهنيتكم العالية، تواصلكم الدائم مع جميع الأحداث اللي كتوقع. أنا من اللي كنت صغيرة وأنا كنت مع اف ام، من اللي كنت اف ام ودابا ولات ام اف ام، من بعد مجلة لالا فاطمة، من بعد موقع لالا فاطمة. تحية كبيرة لكم وشكر كبير لكم، وتابعوا دائما موقع لالا فاطمة وكل كل لي سوبور اللي تابعين الجروب. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لالا فاطمة.